اتفضلي يا هاني، ده انا ماجر لك شقه ولا القصر. اوعى ايدك يا جدع، انت سامع حالك. وانت مين بقى بسلامتك؟ ابن خالتها. وانا بقى جوزها، ومحدش لينا يتدخل بينا. يعني بس بس يعني بس بس يا ايوب بس. اتفضل يا استاذ معايا. وتطلع مين بقى انت كمان؟ يا دي الليله اللي مش فايته يا ولاد. وبعدين يا ميسة بينها هتقلب بغم. ده واحد بطوله يا ماما، ولو زودها هياكلوه تحت في الشارع. يا اختي وغاده، ايه اللي مبقيها تحت لدلوقتي؟ طب يا رجاء، مع السلامه. تتفرجوا على الزفة؟ شايفين شاهد وغدا ولا لا؟ يا استاذ انت عيب كده، انت بتقول ان انت جوز غدا هانم، يعني اكيد بتربي وتفهم في الاصول. هي اكيد مش بتختار واحد اي كلام. العائليات اللي زي دي ما ينفعش تتناقش هنا في الشارع. حضرتك تقدر تتفضل فوق عند الست اميره وتتناقش معاهم براحتك. يتفضل فين؟ انت فاكر ان ده ممكن يدخل لنا بيت؟ ده بعده. اهلا اهلا بصير العزيز. اهلا اهلا، انت جيت؟ وحشني يا راجل. متشكرين قوي يا جماعه، كتر خيركم. انا هاخد ضيفي ونسرح سوا برا الشارع. اتفضل. على فين يا ابو جمال؟ شهد فين؟ شهد فين يا دكتور؟ كانت هنا جنبي. شهد! شهد يا جمال! شهد! 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 تعالى! اجري ورا بنت خالتك، اجري! في البنت يا بابا؟ نعم يا سي جمال. فين البنت؟ لا ذكاء ده ولا عبقرية. بقول لك ايه؟ محدش عمل البوليكه دي ودخل الدخله المسرحيه دي وهو بيجعر وبيقول اللي قلته ويعمل كده في الشارع الا عشان يغطي على المنظر الحقيقي. اسمع يا جمال، انتوا اللي ضيعتوا البنت وانا مش هسكت. يا استاذ جمال، الحق الست الوالده. يا شهد، انت رحت فين يا شهد؟ ماما انت رايحه فين انت كمان؟ رايحه ورا اختك وبنتها. ماما من فضلك اهدي واطلعي فوق، لازم يكون حد مستني التليفون. تليفون ايه يا ابني دلوقتي؟ ماما شهد لو كانت مشت لوحدها وتاهت وده احتمال بعيد جدا، يبقى هيلاقوها، اهل الشارع كلهم بيدوروا عليها. اما لو كانت اتاخدت فاللي هياخدها لازم هيتصل بالتليفون عشان يقول هو عايز ايه قصادها. يا بصرتي ماما من فضلك اطلعي فوق، وكويس قوي ان خالتي مجيده وميسه فوق. اما انا بقى فهعمل محاوله كده يمكن. يا دكتور بالراحة يا دكتور، صدقني جرينا ده كله ما منوش فايدة. يعني ايه ما منوش فايدة يا خاين؟ البنت مسؤوليتي كانت معايا، يا دوب نزلتها ورحت اتفاهم مع باباها. صدقني يا دكتور، البنت دي اتخطفت. بنت ايه؟ بلاش تهريج وكلام فارغ. البنت نبيها وسابقة سنها وعندها حب فضول واستطلاع، يعني اكيد سرحت كده او كده فتاهت. يا دكتور برضه محدش هيأثر عليها؟ ابدا، ومحدش هيعتر عليها. يا راجل فال الله ولا فالح. يا اخوانا احنا كده بنضيع الوقت، المفروض نبلغ البوليس قبل اللي خطفوها ما يزوها. اللي خطفوها هم مين دول؟ يا محروس، انت هتعوم على عمو ده بيهطرس. بس تفكر فيها برضه يا سيدي. فكروا فيها من غيري. شفت الشهد؟ شفت الشهد؟ ما شفتيش شهد؟ يا غادة من فضلك اطلعي انت ارتاحي، احنا كلنا مجندين روحنا لحد ما نلاقيها ونرجعها لك. شهد حسنا. شهد يا ايمن بنتي. مالها بس؟ بخير ان شاء الله طبعا، واحنا مش هيغمض لنا جفن غير لما نلاقيها ونرجعها لك يا غادة. يا رب يا رب الاقيها، والنبي يا رب. ان شاء الله هنلاقيها بخير. يلا بس يلا يلا، مش معقول تعملي في نفسك كده، هنلاقيها والله. ان شاء الله قبل ما يطلع النهار هنلاقي شهد وهتبقى في حضنك. شهد فين يا دكتور؟ هي مش كانت معاك؟ ازاي ضاعت وهي بين ايديك؟ ايوه صحيح، كانت معايا. غدا معايا معايا، معلش يا شلبي. يلا يلا يلا. هنلاقيها يا غادة، هنلاقيها يا حبيبتي ان شاء الله. هنلاقيها يا بنتي. يلا يا حاجة.
خدي بنتك وروحي. كلام اللي انت بتقوله ده يا ابن حسين؟ عنده حق يا مجيدة، ما هو مفيش حق. ايه يا أميرة انت بتقولي ايه؟ ما هقول اسيبكم في ظروف زي دي؟ وانت ايه اللي مقعدك معانا؟ ايه تعبت من اللف ولا على رجليك نقش الحنة؟ خلاص يا ماما، حقك عليا، انا غلطان. سلام عليكم. يلا. مساء الخير يا أيمن. مساء الخير يا هاني. حبيبتي صباح. تعبتي نفسك وجيتي تاني يا رجاء. تعبت نفسي ده ايه يا أميرة؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، يا ما عيال بيتوهوا ساعة زمن ويرجعوا تاني. لو شهد جرى لها حاجة أنا هموت يا عمته. رجالة الشارع كلاتهم بيدوروا عليها. يا روحي، زمن أمها هتتجنن عليها. وستها هي كمان، دي روحها فيها. بس هيلاقوها. المهم ما تسرحش ناحية الفلكي ولا باب الخلق. مش لو تايهة برجليها، الخوف ليكون حد واخدها يا ماما. كلهم بيقولوا كده يا ست إزيس. أنا بيتهيألي باباها هو اللي واخدها. يا شيخة حرام عليك، الراجل كان واقف في الشارع اللي بعد ما ضاعت. وإيه يعني؟ عملها خطة، هو يشغلهم ويتخانق معاهم وحد تاني تبعه ياخد البنت. بس إزاي البنت ما تصرخش ولا تنادي على مامتها؟ مساء الخير. مفيش أكل لما ترجع. أرجع منين بس يا أمي؟ ما انتوا قلتوا ان اهل البابلي كلهم سرحوا يدوروا على البيت، كانت ناقصاني يعني. تعمل الواجب زي ما بيعملوه. يا امي انا جعان وموعوع وعصافير بطني هتنقر في معدتي، عشيني عشان يبقى عندي القوه واقدر انزل اعمل الواجب. ما تحاولش يا رام. وانتوا حضروا العشاء لباباكو لغايه ما سعد يغير هدوم. انا هاجم على المطبخ واكل من الحلو. ايه عندك انت بتتكلم جد؟ زيس انت عارفاني في غضبي، وبالذات وانا جعان اعصابي بتبوظ وبفقد حاسه البصر. ما انتش مكسوف من نفسك يا رام؟ نعم يا اختي، مكسوف من ايه؟ من انهم يقولوا رمسيس مينا اكبر جده في البابلي قاعد يلغوا والناس جيراننا عايشين في محنه. انا نازل. رمسيس جاي معايا؟ ايوه طبعا يا بابا، ومش مهم العشاء يعني، ابقى اتصبر بحته بوريك من عند السخن أو أفوت وأنا بدور على مأمون بتاع السمين. المفروض يا ماما أنزل أنا كمان وأشارك في حملة البحث. والنبي فت ليه؟ قصدك تنزل تشارك في حملة البحث عن ويسا وفرقته؟ شاهدة يا ماما، أنا كلمتها دلوقتي. مالكيش دعوة بيها اللي مسحوبة من لسانك أنت كمان. يا علا تعالي يا حبيبتي، وقت ما يلاقوها هنعرف. يا ماما يا حبيبتي، قبل علا مش قلقانة على شاهد، أبلة علا قلقانة على خالشة. بنت إيه قلة الأدب دي؟ كانت بتقول إيه يا ماما؟ ما كانتش بتقول حاجة يا علا. لا كانت بتقول إن أنتي قلقانة على خالشة. والله؟ طيب يا مقصوف الرقبة، مش وقته. وإيه كمان يا عبير؟ أنا أسفة يا أبلة علا. تفتكري حاجة كويسة ولا وحشة إنك تقلقي على حد؟ مش عارفة. لا يا عبير، قلق الإنسان على غيره ده نوع من أنواع المشاعر الإنسانية، ما فيهاش اي حاجه وحشه او تخليكي تخجلي. مساء الخير عبد المنصف. بيه عبد المنصف بيه، تعالى في حضن بابا منصف يا جمال. اسف ما بقتش قادر اقولها. انا مش هناقشك، بان كل الظروف ضدي، مهما لقيت مبررات مش هتبقى مقنعة. أنا كمان ما عنديش استعداد أناقش أي حاجة. تفضل. أمال عندك استعداد ليه يا جمال؟ كويس إنك أنت عرفت الشقة، أنت ما جيتليش فيها إلا مرة واحدة بس. الحقيقة أنا خمنت إن ده المكان الوحيد اللي فاضل لك. سوري، تاخد ايه؟ انا مش عايز اي حاجه. شاهد بنت غاده اتخطفت الليله. تقول شاهد اتخطفت ازاي؟ اهل البابلي كانوا عاملين لي زفه بمناسبه خروجي من القضيه، نزلت تتفرج، نزلت بعدها غاده عشان تجيبها. فوجئنا بالاستاذ طارق تلميذك وشريكك، طبيب علينا وعامل هالليله وشو وخناقه. بعدها لقينا شاهد اختفت. ايوه جمال، بس جايز البنت مشيت وتاهت لوحدها. شاهد جريئه وما بتخافش. لا يا عبد المنصف بيه، شاهد ما تاهتش، شاهد اتاخدت اتخطفت. اوكي اتخطفت، بس مين له مصلحه في خطفها؟ انتم. احنا مين يا ابني؟ طارق حميده وعبد المنصف مدكور ونهاد سيف ومنذر العاقر ووليد حمزاوي.
الناس اللي عايزه تنتقم مني ومن امي ومن اختي علشان شهدت عليهم وسلمت المستندات اللي ادينهم للنيابه. انت متصور يا جمال اني انا ممكن اذي شاب؟ سبق لك عبد المنصف فيه انك اذيتني واذيت امي واختي. انا عمري ما تعمدت اذي حد فيكم ولا مس شعره من راس اي حد. ما اللي حصل ده كله تسميه؟ عندك استعداد نناقشه؟ لا لا لا، جايز يكون عندي استعداد لكن ما عنديش وقت للمناقشه. انا عشان اجيب من الاخر هفترض ان حضرتك مالكش اي علاقه بخطف شهد وما تعرفش عنها اي حاجه. طبعا مش ممكن، بالتاكيد انا مش ممكن اعمل كده حتى لو ركبتني كل شياطين الارض. مش ممكن. شهد دي اتولدت في حضني، انا شلتها قبل ابوها ما يشيلها. اوكي انا مصدق حضرتك وبطلب منك انك تثبت الكلام ده. كلم طارق اتفاهم معاه، واذا كان طارق كمان ملوش اي علاقه بالحكايه دي كلم نهاد سيف واخوانه اتفاهم معاهم، قول لهم ان الضغط مش هجيب معايا اي نتيجه وان خلاص استحاله اغير اقوالي بعد اللي حصل ده كله ووصول المستندات والديسك للنيابه. اما بقى اذا كان هدفهم تاديبي والانتقام مني فانا اهو قدامهم على اتم الاستعداد ان هم ياخدوني ويسيبوا شهد. شهد لو ما رجعتش الغادة في اسرع وقت هتموت يا بابا منصف، هتموت. طيب يا جمال روح انت دلوقتي خليك جنب مامتك واختك وتاكد ان شهد لو عند اي حد من دول هتكون في حضن مامتها قبل الشمس ما تطلع. روح يا ابني. البوريك سخن، البوريك سخن، البوريك سخن. يلا يا ربيع بيقول هتفرج ان شاء الله. شفت الفن؟ ابو ربيع قال لك هتفرج. وفر ربيع ما ينزلش الارض ابدا. يا اخوانا البنت مسؤوليتي في كل الاحوال، كان لازم اخلي بالي منها. يا سيدي ساعه القضاء بيعمل بصر. ايه يعمل يا محمد انا عيين؟ مش تاخد بالك من الفاظك؟ ده مثل يا انصر الوز، فيه ايه؟ ايوه يلا بقى كملوها بالخناق، عايزين الليله ناقصاكم انتوا كمان. عن اذنكم. اتفضل. فرمل يا دكتور، السخن وصل. معلش يا سخن انا مزاجي مش رايق دلوقتي. ليه؟ عشان البنت اللي تاهت يعني؟ وحد الله. لا اله الا الله يا سيدي. بكره تفرج. بسم الله. ماشي مقبوله منك ابو كمال. انا اسف ما خدتش بالي معلش. لا تاسف عليا، ما انا ابو كمال هفضل طول عمري ابو كمال. قول لي اخبار الحاجه ايه؟ انا مملوكتش افوت عليها معلش. ولا يهمك، لو عندك وقت الليله تبقى تعدي. انا سايبها في البيت وولاد اختها معاها بيسلوها. هي عرفت يا سخن؟ كان لازم تعرف يا دكتور. ولا يهمك، طريق السلامه انت. الله يسلمك. يلا السخن. خير يا استاذ جمال؟ مفيش اخبار؟ في ان شاء الله. شكرا. البريك رفض باشا. عدم المؤاخذة يا جمال باشا. شكرا يا عم ربيع. اتفضل اتفضل يا جمال باشا. ادي دول للست الوالدة ودول للست اختك ودي عشانك، وقول لهم ما تخافوش هتفرق. متشكر. يلا ربيع بسوق. غادة انت ما نمتيش؟ مش هنام الا لما تيجي شهد. عايزاها في حضني يا ماما. طب جمال عايزك. ما هياش معاك، ما لقيتهاش مش كده؟ غادة حبيبتي أم شهد، أنا متأكد
ان شهد هترجع وباسرع مما يمكن. انا كمان غلبت اقول لها، مش عايزه تصدق. صدقي انت عارف انا كنت عند مين وقال لي ايه؟ اتفضل يا فندم. ارجو اني ما اكونش قلقت جنابك. لا ابدا يا عبد المنصف، انا سهران. اتفضل. اللي حصل ده اصله مساله خطيره نهاد بيه، جريمه. انت بتقول ايه؟ انت شارب ولا حاجه؟ لا بالعكس، مش شارب ولا حاجه، انا فايق وفايق جدا كمان. بس يبدو ان جنابك ما عندكش خبر وان العمليه تمت من وراك. خبر ايه وعمليه ايه؟ ما تتكلم دغري وتفهمني. شاهد الطفلة بنت غادة بنت مراتي أميرة اتخطفت الليلة. طبعا شكوك اتجهت في الأول ناحية جوزها طارق حميدة، حضرتك تعرفه. أيوة أيوة، حصل للشرف. ها وبعدين؟ السبب اللي خلاني شكيت فيه إنه كان هناك في عابدين واتخانق مع والدتها. لما عثرت عليه وسألته حلف لي إنه ملوش دعوة بالحكاية دي خالص، وأنا مصدقه. عظيم. وانا دخلي ايه بقى يا صاحب السمو؟ لا جنابك ليك دخل طبعا، لانه قال لي وهو داخل الشارع لمح سعفان وصفتي قاعدين في عربيه واقفين على الناصيه، ودول رجاله من السكيورتي والبودي جارد بتوع جنابك. وقريبك ده متاكد ان اللي شافهم هم سعفان وصفتي؟ متأكد إن هاد بيه لأنه يعرفهم كويس. اه طيب اتفضل، أنت ما تعطلش نفسك يا عبد المنصف وأنا هشوف الموضوع ده. أرجو إن المشكلة دي تتحل بأسرع وقت ممكن. اطمن، مع السلامة. تعال. أمور يا فندم. سعفان فين؟ روح. وصفتي؟ ده بيوصل لهانم الكبيرة. أول ما يرجع يجيني حالا. تكونوا ندهتوا للصفتي، عايزهم هما الاثنين في ظرف نص ساعة عندي هنا. أوامرك يا فندم. يعني أنت متصور لو أنكر عم منصف كلمهم ممكن يخافوا منه يرجعوا شهد؟ كمالي إيده قوي يا غادة، وقال لي لو هما اللي عملوها شهد قبل الصبح ما يطلع هتكون عندنا. أكيد يا حبيبتي، مالي إيده؟ لأنه عنده اللي يضغط بيه عليهم. هي القضية اللي غرقت الكل وطربقت الدنيا دي كان أساسها إيه؟ مش العلاقات اللي ربطتهم ببعض وطمعتهم في بعض ممكن تقلبهم على بعض؟ ما تتكلم يا جمال، مش أنت كنت واحد منهم؟ أنا يا ماما؟ تشكر يا ماما، كويس أوي إن حضرتك ما اتهمتنيش إني متآمر معاهم على خطف شهد. وإيه ده؟ وايه ده؟ هو اتقمص ليه؟ ما هو كان جزء من اللي عملوه سوا. ماما جمال كان ضحيه وحضرتك عارفه كده كويس. بلاش نخسر بعضنا زي ما خسرنا كل حاجه حوالينا. لا يا غاده، احنا مش هنخسر بعض. احنا لازم نحس باخطائنا عشان نتعلم منها. وجمال لازم يعرف ان اتفاقه مع البوليس اللي حوله لشاهد وخرجه من القضيه ده مش معناه انه بريء، لانه ما كانش بريء. غلط وانا مش عايزاه ينسى ده. يعني ايه يا ماما؟ افرضي انه غلط، يفضل طول عمره يدفع ثمن الغلطه دي؟ طب ما انا غلط، حضرتك كمان غلطتي، كل الناس بتغلط. مش معنى كده انهم هيوقفوا حياتهم عند غلطهم. انا ما قلتش كده ابدا، انا قلت ما ننساش، نفضل فاكرين. النسيان مطلوب في الاحزان بس. ولا في الاحزان يا ماما. يا حبيبتي انا افتكرت اني شغلتك عن سرحانك ودموعك. هو لو شهد يعني ما لقيناهاش وما جاتش، هو انا ممكن انساها؟ شهد راجع يا حبيبتي. انا قلبي عمره ما كذب عليا، وقلبي بيقول لي ان شهد راجع باذن الله راجع. ارجوك تسيبني يا صلاح. لا يا جمال مش هسيبك تمشي، انت ليه عاوز تزود كم المشاكل اللي محوطاكم؟ صحيح يا جمال، ماما ما قالتش حاجه تخليك تزعل للدرجه دي، هي ما تقصدش تجرحك. وبعدين انت لازم تراعي حالتها النفسيه اليومين دول. يا جمال يا ابني، امك شايله هموم قد الجبال، مفروض انت تشيل معاها مش تزودها. طب خلاص
انا مش زعلان، انا هنزل بس اشوف ايمن فين واجيبه واجي. على اذنكم. على الله يكون خبر كويس. يا رب خير. الو؟ ايوه مين؟ ها تليفون علشانك يا جمال. ميرسي يا طنط. يلا بينا نشوف اميره وبنتها. ايوه يا اختي لازم نطمن عليه. انا في البلكونه. ماشي. الو ايه علا ازيك كده؟ طيب حالا مع السلامه. اختك عامله ايه دلوقتي؟ هتتجنن طبعا. مسكينه. وما فيش اي اثر للبنت لغايه دلوقتي؟ لا بس انا عملت محاوله، لو نجحت شهد هتبقى في حضني غاده بكره الصبح. ازاي؟ انت عملت ايه بالظبط؟ مش هينفع نتكلم على السلم كده، وما افتكرش كمان الظرف يسمح ان احنا نقعد في مكان ونتكلم. انا هكلمك في التليفون واحكي لك على كل حاجه. طب بس اوعى ما تتكلمش، انا مش هنام غير لما تتكلم. عشان اتكلم ولا عشان ترضي فضولك وبس؟ عشان ارضي فضولي طبعا. يبقى مش هتكلم. تراهني؟ اهلا يا دكتور سعفان. اهلا يا صفتي باشا. ازاي الصحه والاحوال؟ احنا اخرسوا. السؤال اللي هساله مش هكرره. انتوا بتاخدوا امركم من مين بالظبط؟ من جناب سعادتك يا باشا. وانا اللي امرتكم تخطفوا الطفله من شارع البابلي؟ لا ما حصلش يا باشا. امال اتصرفتوا كده من نفسكم؟ لا يا باشا، السيد بيه رمضان هو اللي امرنا بكده. والله السيد بيه رمضان قال لنا ان دي اوامر سعادتك يا باشا. والبنت فين؟ عندي في البيت يا باشا، معتنين بيها اخر عنايه. سعفان يروح واستنى جنب التليفون. اوامر سعادتك يا باشا. صفت تروح تجيب لي سيد بيه رمضان دلوقتي حالا، ولو استدعى الامر صحي وهاته من على السرير بالبيجامه. اهلا يا لورد. كده الحمد لله. انا كنت واثق ان ده لعب عيال وحصل بعيد عنك، مش ممكن تكون دي تصرفاتك ابدا. شكرا شكرا على اهتمامك يا نهاد بيه. عباس؟ لا انا هشوف غيره بقى، مش ممكن اتحايل عليه مره تانيه. مع السلامه يا لورد. ايه ده يا نوشة؟ ايه ده؟ انت دخلت هنا ازاي؟ لبست طاقية لخفة. انا ما بهزرش، انت كان ممكن تجيبي لي هارت اتاك. ان شاء الله. انا حبيت اعمل لك مفاجأة. اوه برضه ما جاوبتيش على سؤالي. الله يا منصف بقى، انت نسيت ان انا معايا نسخة من المفتاح؟ اه والله فعلا نسيت. الله يكون في عونك، قلبي معاك يا مانص. ما هنرجع لمانص دي تاني؟ هرجع لكل حاجة حلوة وارجعك معايا. تعال استريح، انت وحشتني قوي. بقولك ايه، عندك شريط ارقص عليه؟ يعني ايه اجي اقولك الاول؟ هو احنا في مدرسة هاجي ارفع صباعي ولا في عسكرية اجي اخد الاذن الاول؟ لا يا سيد باشا، لا احنا في مدرسة ولا في عسكرية، احنا في مولد. وحضرتي وحضراتكم انت وباقي الشركاء الاعزاء
مجموعه من النشالين او النصابين اللي سرحين في زحمه المولد ينشلوا ينصبوا يخطفوا عيال. يعني هاد انت اللي قلت لي اتصرف مع عبد المنصف. يا ريتك خطفت عبد المنصف، كان يبقى لك عذر. انا ما رحت واتشطرت على طفله. اول مره اشك في ذكائك. الطفله دي هي اللي هترجعهم كلهم، عبد المنصف ومراته واولاد مراته كمان. وهنعمل بيها ايه بقى الطفله دي؟ ها هنحجزها ونكلمهم في التليفون زي الافلام، نقول لهم عبد المنصف وجمال واميره يغيروا اقوالهم ويشهدوا في صالحنا في المحكمه، والا مظبوط. وليه لا؟ جميل، ونبقى خطفين عيال والبوليس يطاردنا والجرايد بقى بالمانشيتات العريضه شركه كبرى تتحول الى عصابه، سيف جروب تختطف الطفلاشات، فضيحه تهز مجتمع الاقتصاد والاعمال. هو ده المظبوط بتاعك يا سيد يا رمضان؟ ومين قال لك ان ده كله ممكن يحصل؟ وحتى لو حصل مفيش اي دليل ان احنا خطفنا البنت. صح صح. ايه اللي هيخلي البوليس يحقق ويدور على البنت؟ ولا يخلي ولد زي جمال مثلا يقول انه شاكك فينا؟ وحتى لو قال مين اللي هيصدقه؟ لا يا راجل مفيش خطر فعلا. انت عندك حق. انا اسف، انا اللي اسف ان جبتك من بيتك في وقت زي ده. يلا يلا روح، اتفضل روح نام وشخر واضربها طبنجه. ماشي ماشي يا نهاد، يمكن اكون غلطت بس اللي حصل حصل، خلاص هنتصرف ازاي دلوقتي؟ انت ما تتصرفش خالص، انا اللي هتصرف. سيب لنا الموضوع ده، واي حد فيكم انت او وليد او منذر تطق في دماغه فكره يجري ينفذها من غير ما يقول لي، انا هفض الشركه دي ويبقى كل واحد مسؤول عن روحه. معلش يا نوشة، أصلي مودي الليلة مش مظبوط والوقت اتأخر ولازم أصحى بدري، عندي حاجات كتير بكرة لازم أعملها. إلا صحيح، أنت هتعمل إيه؟ تعرف إني كنت ناوية أسافر لك مطرح ما كنت؟ مجنونة وتعمليها؟ كنت حموت من القلق عليك. إياك بتحبيني؟ يا ريته كان حب وبس. هو اللي انت عملته معايا شويه، تلمني من الشارع وتقعدني في شقه في بيت مراتك في عابدين، وتطولني لقمتي وكسوتي لحد ما الدنيا ضحكت وترقعت وبقيت الفنانه الاستعراضيه نوشه على سن ورمح. يبقى الحب هنا قليل يا منص. بمناسبه شقه عابدين دي، انت عامله فيها ايه؟ ولا حاجه، قافلاها. كنت الاول كل فين وفين بروح انضفها، دلوقتي سايبة المفتاح للبوابة جناي وهي اللي بتنظف. بتسأل لي عايزها في حاجة؟ أنا عارف، يمكن أتزنق لها. أنت عارفة إن الجماعة بتوع الإنتربول جابوني على ملا وشي، ما لحقتش لا أجيب هدوم ولا فلوس ولا أي حاجة، لولا إني لقيت في الدولاب هنا شوية هدوم كان زمان البدلة اللي جيت بيها دابت عليا. يا عينيا ولا تحمل هم، رقبتي سداده.
انت بتعملي ايه؟ اعمل اللي لازم يتعمل. انا عندي رصيد قد كده في البنك وكله تحت امرك. ده كله من خيرك. رجعي دفتر شيكاتك مكانه واوعي تفتحي الموضوع ده مره تانية. ليه بس يا منصف؟ دي فلوسك. اسمعي اللي بقولك عليه. يلا تصبح على خير. وانت من اهله؟ مش هنا، في بيتك. الو، مساء النور. مين؟ فايزة؟ انت بتتكلمي منين في الوقت ده؟ لا لسه ما نمتش. طب خدي تاكسي وتعالي على طول. ايوه، مع السلامه. مين يا ماما؟ انت ازاي ما نمتيش لغايه دلوقتي؟ لاني عرفت ان القرص اللي انت اديتهوني ما كانش اسبرين للصداع، كان منوم، بس انا ما خدتوش. طب يا حبيبتي لازم ترتاحي، مش معقوله اللي انت عاملاه في نفسك ده. ارتاح ازاي وانا مش عارفه بنتي فين؟ صاحيه ولا نايمه؟ جعانه ولا شبعانه؟ حبيبتي انا مش قادره استحمل، مش قادره. البوريك السخ. ايش تمنيت؟ يلا السوق. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا العنصر. السلام عليكم. اصطناعيين. اتفضل. ازيك يا عم ربيع؟ الله مرفوض. ازي صحابي؟ حمد لله على السلامة يا استاذ. الهانم كانت بتسأل عليك. متشكر يا محروس. انا هطلع لها دلوقتي. اعمل حق. ده جواب لحضرتك بريد جوي جه ما لحقتش اديهولك عشان الهوجة اللي حصلت. ايه ده؟ ده باين عليه من الرمز. يا ريت. انا بطمنك على رامز وبقولك اني ما قصدتش اخدعك او اضحك عليك، بس انا حسيت ان ده في صالح رامز. يمكن اكون غلطانه بس عمري ما قصدت شر. اتفضل. طيب يا جمال، ما نشوف الاختام بتاعت البريد عشان نعرف هم فين على الان. روما ايطاليا. اديني عرفت. هقدر اعمل ايه؟ واضح انهم ما لقيوش البنت لسه. الله يكون في عونهم. بالذمه دي مش عيبه في حقنا. البنت تتخطف من وسطينا واحنا عاملين فيها رجاله. هو حد كان على باله حاجه زي دي تحصل يا نعيم؟ وبعدين احنا ما سكتناش، برمنا المنطقه من باب الخال لباب اللوم. ايوه، مفيش حد قصر. والبت ما تاهتش، البت اتاخدت يا نعيم. ما توجهليش كلامك يا روان، انا مش بكلمك. ما تتفضلوا يا اساتذه بدل ما انتوا واقفين كده. اتفضلوا. اه لا متشكرين يا فنان، ده كلمتين كده وبعدين كل واحد مروح. شكرا. بيقول له فنان. ايه اما ايمن الباشا ده اخر. ما يقوليش يا فنان ليه؟ كنت فنيت امتى؟ هو يعني كل واحد عنده كاميرا يبقى فنان؟ انت عايز مني ايه يا كروان؟ عايز ايه في يومك اللي مش فايد ده؟ بس عليا الحرام لو اتخانقتوا لاكون ضربكم انتوا الاثنين. اقعد منك لوح. الحق موقف الفرجة خلاص ما عادش ينفعني. الاول كانت القضية مكتفاني، لكن دلوقتي انا حر. تفرج بامره. الحق السخن قبل ما يبرد. انا فاهمك يا جمال. انت معاك حق طبعا. يلا مثلي على خالتي. يوصل. سلام. سلام. الحق ربيع السوق. يا عم ربيع اهلا بيك. ما جبرتش ولا ايه؟ ولا عايز اكبر ابو الباشا. اصل لو جبرت هروح بدري، والبيت عدم المؤاخذه يعني الجو فيه ربنا ما يوريك. طفرك. السلام عليكم. السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا السخن. يا ست منتهى انت زي الفل. الفل ما بيطرحش جوه الحبس يا دكتور. انت ضغطك كويس والحمد لله وكل شيء تمام، بس احنا عايزين نطمن اكتر. شايفه تمرج الغفله ده ابوش سمح؟ محسوبك دردير يا ست منتهى. عايز ايه دردير؟ كمان مش هنا. كمان راح. سافر ومرجعش. الدردير هيعدي عليك الصبح ان شاء الله. هياخدك مستشفى الجمهوريه هنا ورانا، هتعملي شويه تحاليل. لا. دردير لا، انت اللي هتيجي معايا يا دكتور. ما انا موجوده معاك اهو يا منتهى. لا يا حميد يا اختي، محدش هيروح معايا غير الدكتور. حاضر يا ست منتهى. من عيني. يلا دردير. يا حضرات، انتوا سايبين بيوتكم ونسوانكم وقاعدين هنا تعملوا ايه؟ الست منتهى كويسه والحمد لله. يا دكتور شلبي، بنت اختها جالها طارق ومشيت، والست يعني حالتها مش مطمئنة، وبعدين نفسيتها يعني عشان حكاية ابنها ده، واحنا جيران، وربيع مصمم انه يسرح بالسخن بتاعه. خلاص خلاص فهمت. ماشي. يا خير اخبارك؟ لسه برضه بتشجع الترسانة؟ طبعا يا دكتور، الترسانة فل الفل. لا، اللي فل الفل بصحيح الزمالك. حلو انتوا الاتنين، اذا كنتوا هتتكلموا على الكورة يبقى اي سيره ما فيهاش الاهلي حرام. الاهلي ايه يا دردير؟ الاهلي النادي الارض والعولمه. نبقى اغلبيه كالعاده. ايه يا فنديات؟ ايه يا فنديات؟ مش نقعد الست المريضه اللي نايمه جوه دي؟ معلش احنا اسفين، عندك حق. يلا قدامي يا تمرج القرن والعولمه. السلام عليكم. سلام. سلام يا دكتور. بسلامه الله. الله يسلمك. يلا سخن. ريح العظمتين يا عم ربيع. يريح قلبك وبالك يا شوشي. حركة الجدعانة دي تبعك ولا تعليمات العنصر؟ وانا ايه ومعلمي ايه يا ابو كمال؟ عموما تشكر يا ابني. خد خد، حل بقك. لا يا سخن، دلوقتي بالذات ما اقدرش اخدها. احنا عنينا ليك يا عم ربيع، وعشان خاطر النبي ما تزعل نفسك، كلنا ولادك. سخن بطعم العجو، سخن بطعم الجبنه، سخنة بطعم الدموع. غريب أنا واعي. بمنتهى البساطة وكأنه بيدندن أغنية، عبلة أنت طالب، وقام ماسك الورقة مقطعها ورميها على الأرض. ما تجيبيش سيرة لبابا وماما، واللي يسألك فيهم قولي له إن بهجت موافق وانه هيتقدم رسمي وهيمشي الموضوع بالظبط زي ما احنا عايزين. ازاي بس؟ ده ما عندوش اي استعداد يعمل الكلام ده. مالكيش دعوه انت، مالكيش دعوه. احنا ادينا لك فرصه عشان تتفاهمي معاه بالراحه، وهو استندل. يبقى الدور عليا انا، انا اللي هتصرف معاه. عبله، انت كنت ماشيه في طريقك كعبلتي في اللي اسمه بهجت ده، وقعتي ويمكن اتعورتي، بس دي مش نهايه المطاف. بالعكس، المثل بيقول ايه؟ الضربه اللي ما تموتنيش تقويني. انا مؤمن بالمثل ده، وعايزك انت كمان تصدقيه. ايه رايك؟ سامحني يا اخويا. من اول لحظه يا حبيبتي، من اول لحظه. ربنا يخليك.
عم رشدي ما تسمعنا حاجه. راديو ولا كاسيت يا استاذ؟ لا كاسيت. ويا ريت عبد المطلب. من عينيا الاثنين ولا شوشه. انت يالا. نعمينا معلمه. شغل التسجيل يالا. حط شريط عبد المطلب اللي مكتوب عليه ثلاثه بالفلو ماستر. اؤمر يا سيدي المعلمين. ما هو انت لو فهمتني وما خدتنيش قفش كده على مشمي كنت فهمت ان انا اقصد مصلحتك. اقصد مصلحتي منين يا كروان؟ من باب الديره والاخوه والعيش والملح يا خفيف. هو انا ما تاخذنيش يعني يهمني ايه في حتوتك انت وجماعتك دي مثلا يعني؟ انت صحيح حشري ورزل لكن رزلتك النبادي بقى جت في محلها وجابت نتيجه. ان شاء الله بكره باذن الله هتكل على الله. كل طالعه مين ولا عايزه مين؟ ايه بتعبر الناس اللي واقفين؟ الله جمال الحمد لله انك لسه لابس. اخطف رجلك وخلي محروس يطلعها. طلع مين يا ماما؟ فايزه الست الغلبانه بتاعت السجن. الست الغلبانه بتاعت السجن. ايه انت واقف ليه؟ هتنزل ولا انزل انا؟ لا انا ولا انت يا ماما. دلوقتي محروس يطلع واطلب لها الاذن. تفتكر؟ ومش هنديله الاذن يا ماما، هنقول له يمشيها. يمشيها؟ انا اللي قلت لها ده. ماما الست دي مش هتخطب رجليها عتبه البيت بتاعنا. ما هياش خناقه بيني وبينك يا ابني، يبقى انت عارف هي فين ومين اللي خطفوها. اهبل انا بقى ولا كنش عاشقكوا في الضلمه؟ احنا لسه ما اختبرناش صلابه جمال وقدرته على الثبات للضغط. ولو المحكمه رأفت بحالنا هتدينا من 7 سنين ل10 سنين. النار بتزحف ومقربه من ديولنا. انا قعدت معاك قعده طويله وحصرت. يا واد يا جامد ومستنياك تخش السجن عشان تطلقك. اسمعي يا شاطره، انت ما عندكيش عقد ايجار، يعني انا ممكن ارمي لك كراكيبك دي في الشارع. مالكيش دعوه نهائي باللي بيني وبين الست دي، انت سامعه؟ بركه دعاء الوالدين.